ليلة أخرى تتكسر فيها الافتراضات في غزة، حيث كانت الليلة الأعنف في الاشتباكات الجارية، حيث سقط 24 جندياً وضابطاً من جيش الاحتلال في مواجهات وسط وجنوب القطاع، وهي الحصيلة الأكبر في يوم واحد من بدء الحرب. وزير الدفاع الإسرائيلي أقر بأن اشتباكات الليلة الماضية كانت الضربة الأقوى لإسرائيل، فيما وصف نتنياهو الاشتباكات بالكارثة، وأعلن أن الجيش بدأ التحقيق فيها. أما المتحدث باسم جيش الاحتلال فأوضح كيفية وقوع 24 قتيلاً، حيث أكد أنهم قتلوا في انفجار صاروخ RPG استهدف دبابة وتفجير مبنى فخخه الجيش تمهيداً لهدمه جنوب القطاع. وبين تصريح وإفادة لمسؤول إسرائيلي هنا أو هناك، تتكسر الافتراضات في حرب غزة وفق محللين، فميدان الحرب بالقطاع يكسر كل يوم افتراضاً تلو الآخر حول خفايا الصراع وضلالات الآمال والأهداف المعلقة عليها. توجد في قطاع غزة حالياً ثلاث فرق عسكرية تابعة لجيش الاحتلال تتمركز في مختلف مناطق القطاع. هناك الفرقة 98 التي تتولى مهام مناطق من وسط غزة حتى جنوبها، وفيما يتركز القتال في شمال غزة فوق الأرض، فإن مواجهات جنوب غزة وخاصة في خان يونس تتركز تحت الأرض في خضم شبكة من الأنفاق الممتدة من محور كيسوفيم حتى غرب خان يونس. في هذا المحور حدثت المقتلة الإسرائيلية الأخيرة وفق إعلان جيش الاحتلال، لكنها ألقت بظلالها حول التساؤلات الرئيسية التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن. لماذا تفشل إسرائيل في إحكام السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بالرغم من فرق القوة الساحق بينها وبين الفصائل؟ ولماذا لم تستطع حتى اللحظة تحرير المحتجزين أو حتى تحديد أماكنهم؟ ولماذا تفشل إسرائيل في منع الفصائل الفلسطينية من إطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية انطلاقاً حتى من مناطق شمال غزة التي أعلنت إسرائيل السيطرة التامة عليها؟